هوائية حارة نسبيا عم بتأثر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وعم بتأدي لارتفاع كبير بدرجات الحرارة. بالنسبة لصورة شمسية اليوم وصلتنا آخر صورة بتختص بالثلج وصورتنا اليوم من فادي. رح انتقل هلا لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية، برجع بكفي على طقس لبنان ورح بلش من الرباط مع 17 درجة، 14 بتونس، 34 درجة بالقاهرة، دمشق 22، 29 بالقدس، 26 بعمان. بنتقل على الكويت مع 26 درجة، دوحة كمان 26، وبختم مع الرياض مع 23 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الثلاثاء، طقسنا مشمس مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية. رح نشهد رياح نشطة خاصة بالمناطق الجنوبية وأيضا طبقات من الغبار. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 14 و 27 درجة، بالجبل توصل أقصاها لل 24 أدناها لل 13، وبالداخل بتتراوح بين 10 و 30 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 25 درجة، 26 بطرابلس، 25 درجة بالكورة، 18 بالأرز، الهرمل 26، 23 بالقاع، وبعلبك 22 درجة بريه. من المناطق الشمالية بكفي عجبيل مع 24 درجة، 19 بميروبة، 27 درجة بجونية وبعبدة، بيروت كمان 27 درجة مع طقس مشمس لبكرة الثلاثاء، زحلة 28 درجة، 27 بشتورة، 26 بعنجر، 25 بمشغرة. مثل ما بتلاحظوا الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، جزين 24، 25 بمجايون وبنت جبال، 24 برشية، بيت الدين 22 درجة، والمناطق الجنوبية اللي رح تشهد الطبقات من الغبار الحرارة عم توصل فيها ل 26 درجة لصيدا، صور وقنا. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة مثل ما قلنا طقس مشمس، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية وتتراوح بين 16 و 27 درجة، ارتفاع إضافي لنهار الأربعاء مع 28 درجة أقصاها و 17 أدناها. الخميس بنشهد انخفاض بدرجات الحرارة لتتراوح بين 14 و 22 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 6 و 18 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.